هذا الأسرة الثورية، السيدات والسادة، تواصل في مسير ثورتنا المجيدة، أن أشرف في زرع البسمة وإشعاع البهجة والفرحة عزيز، ولأولئك الذين صنعوا ملحمة نوفمبر ودخلت قلوبهم في الأفراح لكل الإنجازات. نبدأ نستغل هذه المناسبة للترحم على أرواح. نغتنم الفرصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرع في سكن توزيع 546 سكن على ثلاث صيغ، صيغة الترقوي المدعم، 60 على زوج بلديات، و 236 سكن في الإيجار العمومي على أربع بلديات، و 250 إعانة مالية للسكن الريفي. هاني في سنين وأنا نستنى في السكن، واليوم إن شاء الله بمناسبة العيد جات فرحة مع بعضها. الحمد لله يا رب. الحمد لله، والله هذه فرحة بالنسبة لي أنا، فرحتين، فرحة السكنات وفرحة العيد الأضحى والعشر الأوائل. هذه عانينا مدة 12 سنة وإحنا نعاني، والحمد لله جاب رب العالمين النصر وفرحنا، ونتمنى إن شاء الله الفرحة هذه تعم كامل المواطنين، يعني الناس كل تستاهل.